السلام عليكم. اليوم نعرفكم بتجربة جديدة في إنتاج البرقوق أو المجفف أو ما يسمى بالعينة، واللي بفضل هذه المزارع التي أنشأها هذا المستثمر الجزائري في أراضي قاحلة بالجنوب الجزائري استطاع أن يحقق الاكتفاء الذاتي للجزائر في هذه المادة التي تستهلك كثيرا في شهر رمضان. خليكم تشاهدون، والسلام عليكم. سي محمد دريوش واحد من الفلاحين والمستثمرين اللي جا للمنطقة تاع سرسو هنا في وسارة في ولاية الجلفة. هذه المنطقة للاستثمار فيها ماهوش سهل، لان الارض تقريبا نقولوا ارض فقيره، لو ما تعطيلهاش يعني الماء وتعطيلها الاسمده ما يشرح تعطي لك انتاج. استثمر في الاشجار المثمره، والاستثمار هذا يعني من ذاته استنطو فينونسمون، كان زارع التفاح كان زارع القوخ، ولكن اليوم تخصص في العينه او في البرقوق المجفف، وصبح يتحكم يعني في هذه الزراعه سواء زراعه او تحويل، وصبح اليوم يعني بفضل الله عز وجل وبالمجهود تاعو يعني غطي نسبة كبيرة يعني من السوق الوطنية في توفير يعني هذه المادة. نشوفوا معاه يعني التجربة تاعو يعني فيما يخص البرقوق المجفف، ونطرقوا يعني لبعض النقاط اللي ما زالت عالقة باش نطوروا يعني ربما الصناعات التحويلية يعني أكثر، وخاصة يشتغل كفلاح وأيضا يعني يحول هذه يحول هذا المنتوج يعني الطازج الى منتوج كما يقولوا مجفف. سي محمد احكي لنا على وين نصيبوا في العالم هذا البرقوق المجفف، يعني الدول اللي تنتج اكثر المنتوج مخصص للبرقوق المجفف. اكبر منتج في العالم هو امريكا. أمريكا معروفة على المستوى العالمي وهو أكبر منتج في العالم، وكانت ثاني دولة منتجة للبرقوق فرنسا. مع الوقت اللي كانت تطورت بزاف ولات الشيلي مع تطوير الفلاحة المكثفة صدر لي بلونطاسيون انتنسيف ادات دوزيام بلاس، راهي ثاني دولة في العالم تنتج البرقوق وتجيها فرنسا. البرقوق في الجزائر تطور من دينا نطوروا فيه من سنة 1988 بطريقة بدائية وعلى حساب الظروف المادية وظروف المعرفة. أنا إسييد دو ديفلوبي دوبي 88 مع مشاكل اللي كاينين، بون مشاكل مع الفلاحة، ماشي مشاكل مع الدولة ولا مشاكل مع الفلاحة، مع السافوار فاغ. مي طورناها راهي من 88 وحنا مع المنافسة اللي جاتنا من بعد كي لحقنا للتطوير جاتنا المنافسة تاع الاستيراد، حبستنا على 10 سنوات، ثقلت الانتاج على 10 سنوات، منافسة شرسة. وحنا كنا مع الفلاحين باش نقولوا لهم غرسوها وديروا هذه وفيها منتوج مضمون فيها تحويل، ما طلبتنا تعطيل وعطلتنا هذيك المرحلة تاع الاستيراد، عطلتنا. لحقنا دروك مع التطوير عندنا 30 سنه فيها وعبسنا في ذيك المرحله، باسكو ما كانش اللي مول، كان دعم الفلاحي في مرحله معقوله، ومن بعد الدعم راح الفلاحي ولينا الانتاج تاعنا اللي ننتجوه واش نصوروا ونستثمروا عندنا ونعاونوا فلاحين في منطقه اخرى. واليوم الحمد لله على كل حال على العامه كما سنه، ماشي وحدينا احنا، رانا جروب تاع عائله اثناء. على كل حال لحقنا بالاحتياجات الوطنيه 60% من الانتاج، 60% على حساب لي ستاتيستيك دامبورطاسيون واش كانوا يستوردوا واش تنتجنا في البلد.
يوسعوا التجاره هم تبعوا الفلاح، باسكو في الدول طورات سواء في امريكا ولا في فرنسا ولا هذا غير تلحق للانتاج يكون مشجع، باسكو هذه المهنه فيها صعوبات وفيها لو ريسك دو ميتي سيت لي زانتومبيري فيها مخاطر، بوسا دارين لها ستاتي سبيسيفيك بور باش يشجعوا الاستثمار، الناس ما توليش اللورا ولا يكون عنده عراقي مع الاداره، ها التجاره هذه هي انتاج انتاج، لازم يكون عنده سواء يروح للفلاحه سواء يروح للتجاره، يحبسوا الفلاحه ويروح للتجاره، وهي الاصل تاعها هي هي في هي تجاره هي فلاحه صناعيه ستتابعه للفلاحه. وهذا هو الاشكال اللي ينجم باش نشجعوا الاستثمار بالقوه، لازم يديروا ستاتيو سبيسيفيك لو ميتي هذا اي دوتر ميتي سوا الخوخ للتحويل مشمش للتحويل البعويده للتحويل كاع تو كونفوندو. نستوردوا اليوم لي زاروم نستوردوا باش نخدموا لي جي الماده الاوليه مستورده 100% 100% 100% الاستيراد. اي ونقول باللي راح نطوروا يعني لازم يكون تشجيع يكون كما قلت مرافقه يعني للفلاح يعني عراقي الاداريه بيروقراطيه هذا واش هذا واش يخص ينحيوا العراقي البيروقراطيه الاداريه ومامطو يحلوا يديروا الفرق بين اللي يستثمر في الانتاج المحلي وباللي يستورد الماده الاوليه، هذا يتشجع يطلبوا التشجيع يشجع هذا يدير الماده الاوليه ينتجها، هذا يكون مشجع على اللي يجيب ماذا نصف مصنعه ويقول لك انا صناعي، اما نصف مصنعه وهذا ينتجها محلي وعندهم عندهم المام حقوق المام دروا ما يمكنش، هذا يساهم ويسكريفي ويضحي ويغامر وهذا يجيبها سهله وعندهم المام نيفو سي با سي لوجيك سي لوجيك بور انكوراجي سيت برودكسيون يفو فافوريزي اون برودكسيون لوكالمون برودوي اي عنده بوكو دافونتاج باش t'attirer les investisseurs dans les industriels ils vont financer l'agriculture industrielle. Sans ça, on a toujours dépendu de la matière première, la matière première, la matière première, où est-ce que nous allons faire ces choses. بديت واحد الرقم كبير في فرنسا 250 ألف هكتار يحكيو هادو لي شيف اللي يحكيو فرنسا عندها 270 الف قطار ديستيني لاندستري اغرو اليمونتير لو شيف دافار اللي بيان كوني شيفري في الانترنت تجبدو من 70 80 مليار اورو رقم اعمال في الاغرو اليمونتير ما يحتاجو لا مليون قطار لازم زوج ملايين قطار لم يحزنون 300 الف قطار توكل الجزائر وتكون توكل اوروبا مي تكون برودكسيون 300 ألف قطار تكون منتجة ماشي 300 قطار بالأرقام في برودكسيون إنتاج ويكون إنتاج لازم يكون فيها توتال ستاف لازم تساهم فيها الجميع تساهم فيها مركز التكوين المهني يساهم فيها كاع يساهموا فيها باش يكونوا منا للفوق باش نخدم من اغريكولتور لازم نسيب تكنيسيان زعما اوفريي سبيسياليزي زعما انجينيور سبيسياليزي دون لو دومين دو ديفلوبمون دو لاغريكولتور اون بو با فير اون اغريكولتور ان اغريكولتور دونك انا عندي 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 جو ترافاي افيك لي برونو كولتور دو لاجيري صدر كرينا هكذا بوشاور هاي في نصام دعمناهم باش يكثروا الانتاج مساهمه شخصيه ماهيش مساهمه لا تاع دوله لا تاع جمعيه لا والو على كل حال هذا الشيء بالثقه هذيك لحقنا الانتاج لاباس به مقبول بالامكانيات البسيطه اللي عندنا والارقام راها في السوق راهي معروفه على كل حال مام كما يقولوا الشركات اللي موفت تكسبورتي للجزائر من فرنسا ولا من شيلي على بالهم باللي كاين انتاج شرس راه في الجزائر يدي حقه من السوق الجزائريه يحبوا ولا يكرهوا هذا امر واقع درنا قدام امر واقع عندنا حقه في المارشي الشعب راه ياكل برقوقه جزائريه بسومه معقوله على 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 البرقوقه ما يقولوا مليحه ولا ماشي مليحه المهم كاينه حق من استهلاك الجزائري رانا نفرضينه. كيف تعرفوا باللي البرقوقه وجدت؟ واسكو تولوا راني جاي راني جاي سيتادير البرقوقه حنايا بون سيرتو السيشاج لازم يكون لو طو دو بريكس دو بريكس سي من ناحيه النوع ومن ناحيه حتى كاين نوع خاص بنوع البرقوق يعني حنا لعبنا على السعر على السعر ونقصنا نقصنا لي شارج نقصنا لي شارج تقنيه درنا شويه مكننا ونقصنا لي شارج ولينا نفسو بوان في السعر باسكو البرقوق اللي عندنا في المنطقه نجح لنا هو اون فاريتي ستونلي سي كاليفورنيا هو اللي نجح لنا على لا برين دونت ولا برين داجان كما يقولوا لها هي اللي نجحت على المنطقه ادابتي والسعر نتاعها هو اللي يلعب الدور
لعب دور في التسويق نتاعها. كنتوا تزرعوا بطريقه واليوم راح راكم تزرعوا بطريقه، احكي لنا على الطريقه القديمه. الطريقه القديمه كانت تنغرس بطريقة بدائية تاع 5/6 5/7، ودرك رانا نديرو برودكسيون انتونسيف مكثف، غرس مكثف. الإنتاج ولا عندنا لي فري تاع قطار خير من تاع 4 قطارات عادي، والإنتاج ثاني ضعف، ولا عندنا الروندمون بار هكتار ميوكو دافواغ روندمون عادي تاع 5/6. راح تدخلوا بالك حتى المكننة ثاني يعني. ايوا، وعلى حساب المنافسة دروك لي فيتور ريكورد اللي راهم جايين ذاك الحال راح ان شاء الله من عام الجاي ان شاء الله نوليو نحيو ميكانيكي باش نجمو نزيدو في لي كاباسيتي دو برودكسيون. حنا على حساب البرنامج اللي راه عندنا ان شاء الله، على كل حال حساب الاشجار اللي غرسناها هنا ولا في جهه واحده اخرى، ان شاء الله 2022 تكون عندنا اكتفاء ذاتي 100%، ماشي كلام، هذه حقيقه وشاهدوا بها الناس اللي كانوا مصدرين واللي صدروا، ما سواء من فرنسا ولا من المغرب ولا اللي كانوا ولا من الشيلي، عرفوا بلي كاين انتاج المحلي وخاصه المنطقه تاع الجلفه، كل فرض روحوا في السوق الجزائري. قليل نصيب فلاح ومن طوم محول، وهنا نتكلموا على لاغرو اليمونتير. احنا بزاف في الجزائر نتكلموا كيفاش نطوروا الصناعه الغذائيه الفلاحيه، ولكن احنا نفكروا بلي نستوردوا ونعاودوا نحولوا ونقولوا بلي انا نطوروا فيها، كما راه اليوم في العجائن، كما راهي في الياهورت، كما راهي في كذا، ولكن هذا نموذج يعني تكلمنا يعني كيفاش، هل يعني كاين مرافقه في هذا المجال، يعني هل كاين استراتيجيه في هذا المجال؟ استراتيجيه هي باينه، حاجه طبيعيه، كل فلاح ما ينجمش يدير الانيسياتيف، يدير المهمه نتاعو وحده. الدور تاع الصناعيين في الجزائر ما يلعبوش دور كما لازم، معتمدين على الاستيراد الماده الاوليه والتحويلها، ماهيش مقبوله. كاع اللي يخدم العصائر ولا يخدم الياغورت ولا ما يساهمش في الاستثمار، ما يعرفش يدير فلاحه، ينجم بصح ينجم يدعمه، يجبد فلوس تقنيا ماديا، ينجم يعملوا ويكون عنده اون ابروفيزيونمون دو ماتيير بريمير شي لو برودكتور او برودكسيون الجزائريه 100%. مي اوتو كل صناعي مادام ساهل عليه باش يستار يدير الاستيراد الماده الاوليه، ما عندوش ما يكسرش راسه باش يستثمر في الانتاج، وهذا هو المشكله راهي عندنا. ناقصين شويه بالتشريعات بالنسبه للدول الاخرى وين عندهم تشريعات يعني مرنه سهله. فلاح يعني يقدر يكون يعني محول وعنده تشريع ولا ستاتي ولا قانون وحده. قانون هنا حل هذا، هي مشكله راه عندها دور على 3 سنوات ولا 4 ملي بدينا المشكله هذا، كل محول يفرضوا عليه قانون تجاري، ومحول اللي يدير انتاج للتحويل سواء زيتون ولا خوخ للتحويل ولا مشمش للتحويل، نورمالمون يكون عنده ستاتوي سبيسيفيك باش يشجعوا الاستثمار بالقوه. ومستحيل باسكو الفلاح عنده ريكورد خطره في العام، ممكن عنده الجو ماشي مليح ويولي عنده باش يخدم تحويل عنده جنان، لازم يدير سجل تجاري وهي داخله في الانتاج الفلاحي. هذا هو المشكل، عندنا ثغره باش نشجعوا الاستثمار بالقوه، لازم نكونوا كي نلحق سارتان طو دو بريكس اونتخ 18 جوسكا 22 اون كومونس لا ريكولت، ثم تولي عندها برقوق ناضجه طايبه بلان ماتيغاسيون، تدخل للتجفيف باش تكون عندها ان كاليتي ميور. ممكن يكون في شجره حبه في الظل ولا ما تكونش حلوه، مساحه العامه تكون مقبوله في الاكل، كي ناكلوها تبوها حلوه تجفيف، ومن بعد التجفيف تكون فيها في لي تريتمون دو تروحوا تدخلوها لداخل تغسلوها تنغسلها الجوز. على كل حال الجوز في مراحل، الجوز المرحله الاولى مرحله الاستقبال، ومن بعد من استقبال تلغس، ومن بعد التنظيف، ومن بعد التجفيف، ومن بعد تعاود الغس، ومن بعد تعاود نجوزوا في المراحل. عندها شحال من مرحله، التنقيه نديروا كاليباج، كالي برومي كالي دوزيام تروزيام بلوزيور كاليبر، نديروا لاكرياج، ابخي يدخل كونديسيونمون على حساب لا ديستريبيسيون، كالي برومي كالي دوزيام تروزيام على حساب لا سيليكسيون دي كالي. باش
نقولوا باش نطوروا لاغرو اليمونتير في الجزائر؟ لاغرو اليمونتير لازم ما 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 احنا ما نبقاوش نقولوا الدوله، الدوله تنحي العراقيل. انا نطلب من الناس ندوموندي باخلاصي الناس الصناعيين يديروا يديهم في جيوبهم يجبدوا دراهم يفينونسيو لاغريكولتور، دير يدو في جيبو با بلوس من سا باسكو اي ديبون با دامبورطاسيون شاك فوا اي ديبون دي بلامبورطاسيون ان دي ماتيير سومي فيني اندوستريال ماتيير بريمير مي جوسكا كون جوسكا كون اي باي سا بروفيزيون دو لامبورطاسيون بور تورني لو تورني لور اونيتي دو برودكسيون ويقول لاغرو اليمونتير دو كال باز لاغرو اليمونتير لاغرو اليمونتير سي لا برودكسيون نعرفوا الانتاج نعرفوا لاغرو اليمونتير بناو يعني باش تكون نماذج كما خويا محمد دريوش في الجزائر اللي تحب الارض وتحب الجزائر وتطور الفلاحه وتفكر يعني بعيد، وهذا من اجل يعني تحقيق الامن الغذائي، وخاصه يعني واحد اللي فلاح ويشغل يعني ناس في منطقه كما هذه ويزيد يعني حاب يطور ويحب يغطي السوق السوق الوطني، وبالطريقه هذه نقدروا نقولوا باللي البلاد تقدر تمشي لقدام عندما نرافقوا ونشجعوا ونقولوا للناس هذو على الاقل يعني بارك الله فيك، نقدروا الجزائر تخطو خطوه كبيره للامام يعني بالطريقه هذه وبالنماذج هذه.